أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا على هامش المؤتمر السوري الأوروبي لجراحة الأعصاب. يسرنا أن نلتقي مع الدكتور بسام كباريتي، أخصائي جراحة الأعصاب الدقيقة وأحد المحاضرين في المؤتمر. أول شيء اسمح لي دكتور رحب فيك ببلدك سوريا. أهلا وسهلا فيك يا آنسة، والحقيقة أنا بيسعدني أني شارك بمؤتمر من هالنوع هاد، خصوصي أنه مقام ببلدي الحبيب سوريا. دكتور ممكن ناخذ فكرة عن مشاركتك بالمؤتمر؟ الحقيقة أنا أحد أعضاء الوفد الفرنسي المشارك، باعتباري أقيم وأعمل في فرنسا من 15 سنة، ومن المعروف بكل أنحاء العالم أنه طب الأعصاب تقدم كتير عنا بفرنسا وحقق إنجازات علمية هامة، ولهالسبب هاد كانت المشاركة الفرنسية غنية. أما بالنسبة إلي شخصيا فكان إلي فرصة تقديم محاضرة بالمؤتمر عن أحدث الطرق المتبعة بالعالم لمعالجة النزيف الدماغي والسكتة الدماغية واستئصال الأورام الضاغطة. طيب شو رأيك بالمؤتمر بشكل عام دكتور؟ بصراحة المؤتمر كان ناجح بجميع المقاييس، هذا طبعا بالإضافة لأنه هيأ فرصة كبيرة للالتقاء مع الأخصائيين السوريين، ومن شأن هذا الالتقاء تبادل الخبرات والأفكار والتجارب مع مختلف البروفيسورية والأطباء الأساتذة الأجانب. طيب دكتور قبل الوداع شو بتحب تقول للأخوة المشاهدين؟ بحب أقول للمشاهدين أني بعد ما لمست لمس اليد التقدم الطبي الحاصل بالبلد وازدهار سوريا الحديثة في جميع الميادين، قررت أني ضب شنتاية سفري وأرجع للوطن عن طيب خاطر حتى ساهم مع أخواني الأطباء المحليين بخدمة بلدي. حاجتي بقى غربة وحنين ودموع وشكاية وأنين وشوق ببلاد الغربة. هذا شيء عظيم كتير دكتور. لا، لأنه البعض عم يقولوا عني أني ما عندي خير للوطن ومزاريبي لبرة، وعم يشنعوا علي التشنيعات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يهمك دكتور، وأكيد حضرتك برجوعك هاد رح ترد على المغرضين رد مفحم، ومن جهة تانية لازم الوطن يستفيد من علمك وخبرتك، مثل ما بيقولوا جحا أولى بلحم تورو. وأنت السادقة بلحم دكتورو. على كل حال شكرا لك يا آنسة، وشكرا للفضائية السورية، عقبال ما يصير عنا أكثر من 10 محطات ديجيتال متخصصة. يسلموا هديات. الله يسلمك. ايه بس ما قلت لي شو بدي اقول لك امري؟ هالكلام يلي قلته امبارح بمقابلتك بالتلفزيون يا ترى كان مزبوط ولا كنت عم تجرش حكي وتبيع وطنيات؟ هلا هيك انا بنظرك، ليش من ايمتى كنت يا ميادة اجرش حكي وبيع وطنيات؟ يعني مزبوط. طبعا مزبوط، لانه انا فعلا قررت ارجع للوطن واستقر بالشام. هيك ها؟ هذا الكلام اللي بينسمع. حاجتك بقى غربة وشنطتها بفرنسا، وحاجتنا نحن أهرمة، كفاها الله. أوف، ليش بشو عم تتأهرموا بغيابي؟ عم أصر عليكم بشي؟ لا، بس بيضل وجودك بيناتنا غير شكل. شو هالحكي؟ هلا يلي جوزها عايش جنبها وجوات البلد مثل يلي جوزها عايش بعيد عنها وبرات البلد، زينها بعقلك. معك حق. طيب شو رأيك؟ افتح عيادة ولا اشتغل بالمستشفيات؟ هيك وهيك، بتفتح عيادة كبيرة بنص البلد وبتتعاقد مع شي مستشفى ضخم. ليش قليل اسمك انت؟ يا ميادة اسمي معروف بفرنسا، بس هون بجوز بدي فت خبز حتى انشهر. ايه ما بدك شي ما شاء الله حولك، يعني بشهرين زمان بتنطبل فيك البلد طبل. يا بسام انت اختصاصك نادر، انا واثقة تمام انه دخلك هون ما رح يقل ابدا عن دخلك بفرنسا. معنات هالشي لازم اطلع شهر على باريس انهي اموري وعلاقاتي وارجع. انت عيني هذا الكلام المزبوط، وبهالفترة هي رح خلي امجد واحلام يدوروا لك على عيادة مناسبة. شو رأيك؟ ماشي الحال، تكلنا على الله. ما قلتي لي ماما
شو رأيك بصيغة الإعلان؟ بصراحة ما استوعبته منيح، عدليها مرة تانية لشوف. على عيني. بشرى سارة لمرضى الأعصاب في سوريا، يعلن الدكتور بسام كبريتي أنه قرر. لا ماما، لا، ما عجبتني هالصيغة منوب، لازم نلاقي صيغة ملفتة للنظر أكثر من هيك. ماما معها حق، لأنه الإعلان كتير كلاسيكي، بعدين ما حلوة كلمة بشرى سارة، شو نحن بدنا نفتح سوبر ماركت؟ لكن اخترعي لنا حضرتك هيك شي صيغة بتكون مودرن، أحسن ما عم تتمالسي على أسلوبي. طيب شو رأيكم نكتب بالمنشيت العريض عودة الدكتور بسام، وتحت منكتب ترقبوا الافتتاح المنتظر؟ أشوف فيلم سينما هو يا حبيبي، قال ترقبوا الافتتاح المنتظر. ماما أنا برأيي نأجل الإعلان هلأ لحتى نعتمد على العيادة. ليش ماما؟ خلينا ننزل هلأ الإعلان مشان نكسب وقت. ماما إذا لقينا العيادة منحط عنوانها على الإعلان فرد مرة. طيب شو رأيكم ننزل أول إعلان بدون ما نحط عنوان العيادة، وبالإعلان الثاني مننزل العنوان؟ وليش هالدورة واللفة بقى؟ مشان يصير تشويق أحلام خانو. أصبح وينك؟ اكتب لقلك. يعلن الدكتور بسام كبريتي الأخصائي بمعالجة الأعصاب وعضو الهيئة الأوروبية. كيف كانت سفرتك؟ يا ستي ممتازة كتير، وعينك تشوفهم هنيك قديش زعلوا لما بلغتهم قراري، عم قلك انقهروا من جوات قلبهم. لكن معلوم بدهم ينقهروا. لا، ودكتور بيير فرديناند عمل المستحيل حتى يخليني ارجع عن قراري، بس ما قدر، وكل محاولاته باءت بالفشل، لدرجة انه عرض علي يزود لي راتبي بالمستشفى 70% ضربة واحدة، ورغم هالشي ما لقى استجابة مني. منيح والله يلي ما ارتخيت قدامه وقبلت بالعرض. هو بصراحة ميادة المغريات بفرنسا كتير كتير مثل ما بتعرفي، يعني عز ومركز وفلوس واحترام وفيلا مجانية، هذا كله ما عدا منصبي بالجامعة، لأنه منصبي لحاله بيحسدني عليه القاصي والداني، بس صدقيني كل هالشي بيهون قدام رجعتي للبلد وقعدتي بيناتكم. قدامنا نحن ولا قدام الماما؟ ولو يا أحلام، أنتو ماما أغلى شي عندي بهالدنيا. إيه شو هالسان الحلو هذا يا بابا؟ يعني مع أني أنا دارس صحافة وشغلتي الحكي، إيه عليم الله عليم الله ما بطلع نقطة ببحرك. إيه لكن حتى تعرف أنه مواهب أبوك متعددة. يا سيدي باصم لك بالعشرة. على فكرة بسام، الأولاد لقوا لك عيادة حلوة كتير ومنتظرين موافقتك عليها. خلاص إذا عجبتكم بشتريها على غميضي. والأجهزة بابا؟ الأجهزة وصيت عليها وبعد 10 أيام توصل لهم. يا سيدي الله يقدم لك اللي فيه الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خف أعطيني ورقة خسي. ورقة خسي يكرم عينك. الحقيقة يا دكتور رجعتك لهون مكسب كبير للبلد، وأنا بحيي فيك شهامتك ووطنيتك. شكرا يا سيدي الله يخليك. يعني بتقبلوني بالنقابة؟ الله يسامحك يا دكتور. النقابة كلها تحت أمرك. جهزت الوراق يا ترى؟ لا والله. ليش شو الوراق المطلوبة أستاذ؟ ولا يهمك دكتور، وراق عادية هلأ بكتب لك ياهم أنا، بس أهم شيء تعديل الشهادة. تعديل الشهادة؟ شلون يعني؟ إجراء روتيني كتير، يعني شهادتك اللي حاصل عليها من فرنسا لازم تتعدل بما يوازيها من الشهادات السورية. شو الحكي أستاذ؟ أنا حاصل على شهاداتي من فرنسا ومن أهم كليات الطب العالم، ومارست إدارة أضخم المشافي والمستوصفات بباريس وغرنوبل ومونبيليه، بقى شو بدي عدل العدل؟ دكتور بسام، قلت لك إجراء روتيني بسيط. بس أنا أستاذ. ولا يهمك، راجع التعليم العالي وجيب لي تعديل الشهادة والنقابة تحت أمرك. يا سيدي، هي شهادة الطب من جامعة غرنوبل الأولى جوزيف فوريه، مصدقة من الخارجية والسفارة. وهي شهادة الاختصاص من جامعة باريس السادسة بيير وماري كوري. وهي مولانا شهادة خبرة من معهد باستور بستراسبورغ من مشفى سالبة كيه يلي ماتت فيها الأميرة ديانا. وهي بطاقة عضوية بجمعية ميدسان سان فرونتيير
وهي بطاقة عضوية دائمة بالمؤتمر الطبي العالمي السنوي لطب الأعصاب الأصالي، وهي مولانا شهادة من وزارة التعليم الفرنسية تثبت أني كنت مدير مستوصف لوبيتال دو نيرفا بالوكالة، وهي هي شهادة تقدير وثناء من جامعة كلود برنار باليوم ومنصوص فيها أني كنت عضو بالهيئة التدريسية، وأخيرا هي شهادة من مجلة ميدسان دو فامي تثبت أني حصلت على جائزتها السنوية لعام 95 على ما أذكر. عظيم كتير، يعطيك العافية. الحقيقة عودتك للبلد مكسب كبير إلنا وللشعب العربي، ونحن منفتخر فيك ومنفتخر بهيك خبرات. شكرا كتير يا سيدي، والحقيقة تعذبت كتير لحتى جمعت هالوثائق والشهادات. جهد مشكور ما في شك، بس عدم المؤاخذة الأوراق ناقصين بقى، يا ريت تستكمل لي ياهم وبكون ممنون لك. ناقصين؟ شو ناقصين؟ شهادة البكالوريا. شو هالحكي؟ هلا كل الشهادات اللي قدمت لك اياها ولسه بدك شهادة بكالوريا؟ لا تغلط دكتور، مو انا اللي بدي، النظام هيك بده. بعدين لا تنسى شهادة البكالوريا شهادة اساسية مثلها مثل كل الشهادات اللي قدمت لنا اياها، لذلك لازم تكون موجودة مع الاوراق. بس انا لما بترجاك دكتور لا تحسس، هذا اجراء روتيني بسيط لا بيقدم ولا بيأخر، بس بنفس الوقت مهم جدا، يعني بصراحة ورائك ما رح تمشي بدون شهادة البكالوريا. أما هي قصة غريبة فعلا. لا والمشكلة إنه البكالوريا تبعي ما لي أخذها من هون. لك من وين؟ من بيروت. إذا أخذها من بيروت بدك تعدلها من وزارة التربية. كمان الثاني بدها تعديل؟ لا تحسس دكتور، إجراء روتيني بسيط بيعملوا لك إياها بخمس دقايق وأنت واقف. أهلا وسهلا برجوعك لصدر الأم دكتور. طيب يعني بابا الشهادة كيف شكلها؟ شو بيعرفني؟ يعني معقولة اتذكر شكلها انت التاني؟ بسام انت متأكد انها هون؟ ماني متأكد ولا شيء، بس وين ممكن دور غير هون؟ بابا لتكون بكرتين الكتب اللي عسقيفها. ليش في كرتين عسقيفة؟ لا لا ما ضل شيء، كله شحدته من زمان. الله يصلحك، يعني معقولة تشحدي الكتب بدون ما تشوفي شو في بقلبها؟ الكتب قديمة من زمان ستي، أنا متأكدة إنه ما لنا دحشين بقلبها شي مهم. بعدين يعني ما خاطر ببالي إنك تحتاج شهادة البكالوريا وإنت بهالسن هاد. هي هي لقيتها بابا، لقيتها. هات أشوف. ما بتنفع هالصورة عنها. يعني شو؟ ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي، لأنها صورة غير مصدقة. أنا بدي يا أما الشهادة الأصلية يا أما صورة مصدقة عنها. هلأ أنت لما سجلت بكلية الطب بشو سجلت؟ بالأصلية ولا بالصورة عنها؟ لا على ما أذكر بالأصلية. إيه خلص، معناتها شهادتك لسه هنيك بباريس. إيه والله مزبوط، أحسن شيء ابعتهم فاكس مشان يبعتولي إياها. خلص خلص، ضبوا كل شيء ولا بقيتوا تدوروا على شيء، تقريبا مشي الحال. رح ابعت جيب نسخة عن البكالوريا من باريس. ايه دكتور قلي، وهي بشو بدي اعدل لك اياها؟ ببكالوريا سورية. بشو يعني؟ اسف كتير، هي ما بتتعدل غير بصفحة 11 مو بكالوريا. شو تفضلتوا اخي؟ سلامة عرفك دكتور، هي شهادة بكالوريا اولى لبنانية، وبلبنان في بكالوريا اولى وبكالوريا تانية، والبكالوريا الاولى بتعادل صفحة 11 عنا. ايه والمعنى؟ المعنى بدي شهادة بكالوريا التانية. بس انا ما معي البكالوريا الثاني. لكن شلون درست الطب؟ سجلت بهي الشهاده اللي معك. وقبلوها منك بفرنسا؟ نعم سيدي قبلوها. العمى قديش في فوضى بفرنسا، يعني شلون مرقت عليهم هيك شغله ما بعرف. اي والله ما تصير عنا هيك غلطه، لا تتكركب الدنيا فوقاني تحتاني. يا سيدي لا تدقق، ببلاد بابا بيصير شغلات اكثر من هيك. اي صحيح بالفعل، فوضى كثير هنيك، صعيبه الامور فتانه مو مثل هون. السلام عليكم. يعني بالنتيجة شو قالوا لك؟ قال بدهم شهادة البكالوريا الثانية. هلا دكتور انت ما درست البكالوريا الثانية بلبنان؟ يا سيدي القصة وما فيها هي كالتالي بالتفصيل الممل. انا واهلي كنا عايشين بلبنان لانه ابي كان يشتغل بالمرفأ ببيروت،
ومثل ما بتعرف بلبنان في شهادة بكالوريا أولى يلي هي الحادي عشر، وشهادة بكالوريا تانية يلي هي شهادة الثانوية العامة عنا. مزبوط؟ صحيح، معروف الشيء. ها ولسوء الحظ وبعد ما أخذت البكالوريا الأولى يلي هي الصف الحادي عشر علقت الحرب بلبنان وتخربطت الدراسة وتسكرت المدارس ودبت الفوضى وصارت الناس تهرب حتى تنفذ بجلدها من الحرب ومآسي الحرب. لساتك معي أستاذ ولا شردت؟ معك دكتور، معك. عظيم. أبي بهالحالة وباعتباره سوري رجع للشام هو وأهلي وأخواتي بنات، وأنا باعتباري وحيد وما عندي عسكرية سافرت أنا على فرنسا حتى أكمل دراستي. طيب ليش سافرت على فرنسا؟ ليش ما كملت دراستك بالشام؟ أخي هيك صار. أولا خالي عايش بفرنسا وبهالصورة في مين يعتني فيني ويقاويني. ثانيا أنا دارس بلبنان ومعظم دراستي بالفرنسي، يعني المناهج متقاربة. ما اختلفنا، كل هالحكي على عيني وراسي، بس السؤال كيف قبلوا لك شهادة البكالوريا الأولى ودخلوك على الجامعة بدون ما يكون في حوصتي لوصتي؟ أخي الله وكيلك، لا في حوصتي ولا في لوصتي. فرنسا هي فرنسا، مو حارة كل مين يدولو. طيب فهمني هلأ، شلون قبلوك بكلية الطب؟ يعني شلون مرقت عليهم الشهادة؟ شو هالكلام يا أستاذ الله يخليك؟ شو شايفني قدامك محتار ولا مزور؟ لا 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 لا، ما في شيء من هذا يا أستاذ، أنت بلا شك إنسان محترم، بس شو بدنا نساوي؟ الاحتراس واجب. أخي لا تجنني، الله يرضى عليك. احتراس من شو؟ عم أقول لك هاي شهاداتي بين إيديكم، وهي الوثائق وهي المستندات المصدقة أصولاً. صحيح، بس بيني وبينك عم بيخامرني شك إنه هنيك الأساتذة عم بينشحوا الطلاب بالمصاري والرشوة والبرطيل. هيك قولك عم يعملوا بفرنسا؟ طبعاً، وعم بيخامرني شك إنه المواد لها تسعيرة مثل تسعيرة وزارة التموين عنا. شلون يعني أستاذ؟ يعني إذا بدك تنجح بمادة التشريح السريري بدك تدفع 1000 فرنك لأستاذ المادة حتى ينجحك، وإذا بدك تنجح بالتنظير الضوئي بدك تدفع 1500 فرنك، وبالحقوق الدستورية 1700 فرنك، وبالاقتصاد السياسي 2000 فرنك، وعلى هالمقياس قيس بكل الكليات. يعني بيني وبينك الشغلة صارت مكشوفة، وكل مادة لها تسعيرة مثل باكيت الدخان. شو هالحكي اللي عم تحكيه أستاذ؟ منين جايب هالمعلومات حضرتك؟ مثل ما عم قلك، وعم بيخامرني شك إنه إذا كانت المنفحصة طالبة يمكن أستاذ المادة يطلب منا أن تحبه بالزور أو تسائره حتى ينجحها. يا لطيف يا لطيف، تلطف فينا حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، اللهم سترك يا رب. إيه وهلأ شو المطلوب مني يعني؟ شلون بدنا نحل هالقصة ونخلص بها؟ اسمع أستاذ بسام، ما في قدامك غير حل واحد. تفضل سمعنا، أتحفنا بهالرأي. بدك تدبر بكالوريا سوريا بأي شكل، علمي أدبي مو مشكلة، المهم بكالوريا. ما فهمت علي، شلون بدي دبرها؟ بصراحة عم بخامرني شك إنك لازم تعيد البكالوريا. عيد البكالوريا بهالسن هاد؟ بهالمركز هاد؟ انت بدك يعني عيد البكالوريا؟ لك قدم بكالوريا حرة لحتى نوصل انا وياك للسيف سايد. ليكون عم تمزح معي يا استاذ. الله يسامحك يا استاذ، هلا وقت المزح. بقى اسمع مني وروح لحق التسجيل قبل ما يخلص. ولك يا بني ادم، انا بباريس عم مارس الطب من كذا سنه، وعم اجري عمليات جراحيه وعم نقلوها بالفضائيات لمختلف انحاء العالم مباشره على الهواء، وكل هالشي مشان تعميم اسلوبي، ومن هالعمليات فتح المخ بالليزر، جراحه الشرايين والاعصاب، واستقصار الاورام الحميده والخبيثه، ووقف النزيف الدماغي، ومعالجه التهاب القشره الدماغيه والسحايا، وزرع نخاع بالعمود الفقري، ومعالجه الفتق اللبي والديسك والفالج. لكن تعرف اني قبل ما اجي لهم مباشره عملت عمليه مجهريه لعصب دقيق، وخيطت هالعصب بشعره منتزعه من ظهر ايدي، واخذت جائزه العام لافضل عمليه جراحيه مجهريه بالعالم. ولك انا بفرنسا صار لي دكاتره تلامذه وانصار ومريدين، وصرت صاحب طريقه باستقصار الاورام اسمها طريقه الدكتور كبريتي، وبعد هالشي عم تقلي عيد البكالوريا؟ عيد البكالوريا؟ الحق معك يا
يطلع خلقك بس نووي، وعم بيخامرني شك انه ما في قدامك حل تاني، لانه القانون لا يخرق والنظام يجب ان يطبق. وانا عم يخامرني شك انك انسان متخلف على الحق من عهد المستحاسات والديناصورات المنقرضه، ما في شك، ولازم افتح مخ، مو بالليزر ما بيلبق له، بالمنشار والمفك. معقول هالحكي يا بسام؟ انت اكيد عم تمزح. لا والله ما عم بمزح، قال لازم عيد البكالوريا، يعني بعد ما شاب ودوه على الكتاب. شو هالحكي؟ طيب روح قابل الوزير. يا ستي قابلته. ايه وشو قال له؟ والله الزلمه كان لطيف كتير، وقال لي بصراحه انا لساتني جديد بالوزاره وما بعرف اذا كانت هيك قرارات ضمن صلاحياتي ولا لا، لانه ما في نص بالقانون اقدر اعتمد عليه بحالتك. اما قصه غريبه، يعني هلا الاجانب كتير جدبان حتى يسلموك ارواحهم؟ اصلا المريض شو رح يستفيد من بكالوريتك وهو ملقح تحت المشرط تبعك؟ ما بعرف يا ميادة، ما بعرف. يلي بعرفه وانا بهالوضع شغله وحده وبس. وشو هي هالشغله؟ لازم ارجع على فرنسا اليوم قبل بكره. إيه لا حبيبي، لا ما حذرت بنوم، قال يرجع على فرنسا. إيه نحن ما صدقنا انت اقتنعت ترجع للشام. طيب شو بدي اسوي لكان؟ غير مهنتي وافتح مكتب تعهدات وتجاره عامه؟ هلأ هيك رح تكون القفلة؟ بعد ما كنت ميادة حرم الدكتور بسام رح أصير حرم. لكن ميادة لا تجنيني، أنت الثانية شو بدي ساوي لكان؟ بسام بسيطة، روق دمك وهدي أعصابك وكل مشكلة إلى حل. طيب شو الحل برأيك؟ شوف يا بسام، الإنسان مهما قوي ما بيقدر يوقف بوش التيار ولا بيقدر يناطح أعصاب. إيه وشو المعنى؟ المعنى يعني إذا كان وجودك بالبلد مرهون بتقديم البكالوريا فشو عليه؟ قدمها. تعرف والله انا لو كنت محلك غير اكسر عينهم وقدمها جكارة فيهم وما بسمح لهم يهججوني من البلد. هلا هذا اللي طلع معك ستر حسن. بعدين لا تنسى انه معلومات البكالوريا لواحد بمثل ثقافتك رح تكون مثل شربة المي وما رح تتعذب بدراستها ابدا. هلا من كل عقلك عم تحكي انت؟ طبعا ما في غير هيك. مشان هيك روح بكره من الصبح على مديرية الامتحانات، سجل اسمك مع الاحرار واتكل على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالقصة، إنه منين طلعت لنا هالشغلة ما بعرف. معليش بسام، أمر الله وحكم. على كل حال روح من بكرة وسجل حالك قبل ما يخلص الوقت. وليش لحتى أروح أنا؟ قلتك بجوز تخجل قدام الناس. أصبح منبعث أمجاد؟ لا يعني ضروري نحرجه لأمجاد، بركي حدا من رفقاته شافه شو بده يقول عنه؟ عم يعيد البكالوريا بعد ما تخرج من الجامعة؟ بسيطة مو مشكلة. وين التليفون؟ بمين بدك تتصل؟ بدي اتصل بالبروفيسور المصري احمد زويل يلي حاز على جائزة نوبل بالعلوم السنة الماضية. ايه وشو بدك تقله؟ بدي اسأله يا ترى معه بكالوريا ولا ما معه؟ لمين هدول الوراق؟ هدول الوراق لبابا. بلا مسخرة الله يرضى عليك، ما انا فاضيين للعلاقة المصدي. وقف منيح واحكي صحيح، يعني ابوك بدي يقدم بكالوريا؟ ايه نعم. والله غريبة. عفوا وشو الغريب بالموضوع اخي؟ بعدين مو من حق اي مواطن انه يقدم بكالوريا؟ بلا بلا لكن من حقه. بس وينه سيد الوالد؟ ليش ما اجى بذات نفسه؟ مرضان شوي. عفوا ممكن ولو فيها كترة غلبة اسألك ابوك شو بيشتغل؟ يا سيدي بابا بيشتغل جراح عصبية. يلا يسم وديات بابا. وجبت لك كمان نوطات ممكن تساعدك وتسهل عليك الدراسة. نوطات شو؟ أول شيء هالكتب. هي حل مسائل تحليل رياضي. وهي حل مسائل مثلثات. وهي هندسة تحليلية كمان حل مسائل. وهذا الرائد الجديد في اللغة العربية. وهي أسئلة السنوات السابقة مع حلولة. عظيم كتير. بس والله بتاع هالكتب. شايف لك البكالوريا صايرة صعبة مو هي؟ إيه لكان بابا هي بكالوريا وبدها هز كتاف، يعني انت لازم تبلش دراسة من هلأ وما تضيع ابدا وقت. انت ادعولي بابا وان شاء الله كل شي بيهون. ان مجموع المحاور المتوسطية على الخط الشاقولي تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3، ولقد اكد ذلك اقليدس في نظرياته. والله كأني عم بقرا بسنسكريتي. شو هاد يا
الشاقولي تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3. يعطيك العافية. الله عافيكي. هيك ها اقرأ بصوت عالي ريته ما يبلغ الصوت. والله يا ميادة المنهاج صعب كتير ومهما قريت ما عم بفهم شي. ليش شو عم تقرأ؟ عم بقرأ هندسة بس النهفة انه الرياضيات كلها متغيرة وما كان على زماننا هيك شي منو. لك بزماننا كان في مثلا بالجبر تحليل ثلاثي الحدود، الاتمام الى مربع كامل، المتطابقات ونظريات فيثاغورس وأقليدس. اما هلا كل الرياضيات صايره حديثه مختلفه تماما. لا وكله كوم والجبر كوم. قال شو البسط والمقام. شو يعني؟ يعني الصوره والمخرج بالكسر العادي. انه كنت احفظ انه البسط يعني الصوره والمقام يعني المخرج ما في فايده لا تتعبي الا ما خربت. آخ فعلاً العلم في الصغر كالنقش في الحجر. إنه منين إجتني هالشغلة ما بعرف. هادي اللي كان ناقصني والله. لك والله عم بستحي قدام أولادي هيك قلك يعني. بسيطة بسام، كبرها بتكبر زغرها بتصغر. أنت مكبر الوهم على حالك. يلا لشوف حبيبي، شراب كاسة الليمون وروق دمك. مو مسألة روق دمي، المسألة إنه مغناطيس مخي صاير ضعيف ما عم يعلق في شي. لك بحفظ من هون بنسى من هنيك. اسمع حبيبي انا عندي رأي. وشو هو؟ اذا حاسس حالك عم تتعذب وتتمرمر الافضل لك انك تستعين باساتذه خصوصيين. شو هالحكي؟ يعني معقول يكون دكتور مرموق وخريج فرنسا وحط اساتذه خصوصيين؟ شو بدهم يقولوا عني؟ يقولوا لا يشبعوا الناس، المهم النتيجه. هو بيني وبينك في شغلات ما عم بفهمها. لا والنكته مو بس بالعربي وبالرياضيات كمان. بس وينك بدك تنتبه، العربي لحاله بيرسب. يعني إذا بتنضرب بمادتين وبتجيب فيهم ربع العلامة ما بيأثر بتنجح، لكن إذا انضربت بالعربي بترسب. طيب ومنين بدي أجيب أساتذة؟ ولا يهمك، بجريدة الدليل موجود كل شيء. ليك وين الجريدة؟ رح دور لك على عناوين الأساتذة. ها شري هي عناوين أكثر من 20 أستاذ. هي عنوان أستاذ عربي. أنت لازمك أستاذ عربي ولا مو لازمك؟ القصائد والشرح شاطر فيهم بس بالإعراب ضعيف شوي. خلاص معناتها أول شي رح جيب لك أستاذ العربي وبعدين بدبر لك باقي الأساتذة لنحكي معه. ألو مرحبا. والله هون بيت الاستاذ عصام بربوش. ايه نعم، مين عم يحكي؟ حضرتك يلي ناشر اعلان بجريده الدليل. عظيم. نحن بحاجه لدروس تقويه باللغه العربيه لطالب بكالوريا. ايه على عيني مدام. ويا ترى الطالب لحاله ولا معه طلاب تانيين؟ لا لحاله. طيب كم درس بالاسبوع بتكون؟ يعني شي 3 أو 4. ويا ترى الطالب راسب بكالوريا ولا اول مره بيقدمها؟ لا أول مرة. بأنه مدرسة تعلم؟ الحقيقة هو ما له مسجل بالمدرسة، بده يقدمها حر مو نظامي. طيب قديش كانت علامته باللغة العربية بصف 11؟ ما بتذكر. بس عفوا أنت شو بهمك بعلامة 11؟ لا لا ولا يهمك مدام، بس مشان كون فكرة عن مستوى الطالب، لأنه بصراحة إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر. أستاذ أنت بس تشوف الطالب بتقدر تحدد مستواه من أول جلسة؟ ما في مانع. وين عنوان البيت؟ أهلين تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا. حضرتك الدكتور بسام كباليتي؟ أيوة. أنا عصام مدرس اللغة العربية. أنت؟ يعني حضرتك اللي حكينا معه بالتليفون؟ أنا هو وجاي بناء على الموعد. يا أهلا وسهلا مرحبا. دكتور يا أهلين تفضل. 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 يا اهلا وسهلا فيك. تفضل شكرا لك يا ميت مرحبا. كيف صحه ان شاء الله؟ تمام والله الحمد لله. ان شاء الله. تفضل. لا ولو تفضل عود ورحت. لا ما بصير مشان واجبك دكتور. يسلم واجبك ولو. اهلا وسهلا. اهلين وسهلا ومرحبتين. شو بتحب تشرب؟ معلش بلا ما في داعي. لا ما بصير بابا. احلام يرضى عليك قهوه وسط. ايه تكرم عينكم. الحقيقه انا تفاجات فيك شوي، يعني ظنيتك اكبر من هيك بالسن. مع اني صار لي 4 سنين متخرج من الجامعه، بس يمكن شكلي بيوحي اني اصغر من هيك، هذا هو السبب دكتور. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. امتى بتحب نبدا الدرس استاذ؟ انا جاهز دكتور، يا ريت نادي لي المحروس. بس انا محروس. المحروس ابنك؟
ابني جوا، شو بدك منه؟ لا بس يا ريت تنادي له مشان نبدا بسرعه لاني مستعجل، عندي درس ثاني بالقبول. يبدو انك فهمان الموضوع غلط. الدرس مو لابني. عفوا، لبنتك لكن ما هيك؟ لا، إلي انا. انا اللي بدي اقدم بكالوريا. إلك انت؟ هلا انا بدي اعطيك دروس إلك انت؟ ايه، وشو الغريب؟ لا عفوا دكتور، بس مو حضرتك الدكتور بسام كباريتي؟ طبعا انا. ليش ما حكيت لك المدام عن وضعي؟ لا والله. وليش بدك تقدم بكالوريا دكتور؟ يا سيدي هي قصه طويله، خلينا نبدا الدرس احسن ما وجع لك راسك. استاذ تفضل. استاذ شكرا. تفضل بابا. شكرا حبيبتي، يسلم ايديكي. مرسي حبيبتي. ايه سيدي، شو رايك هلا نبلش اول شيء بالاعراب مشان نراجع معلوماتك القديمه؟ ما في مانع، اصلا انا بدي تقويه بالاعراب. طيب اعرب لي هذه الجمله اذا سمحت. وللنسيم اعتلال في اصائلي. اعرب لي اول شيء اللام للنسيم. لام التعليل. ما في تعليل هون دكتور، اصبح لام السببيه. ما في شيء اسمه لام السببيه. لكن اللام نافية للجنس. هديك لا وانت صادق. يخرب بيتها، لكن شو هاللام هاي؟ حرف جر. والله كنت رح اقولها، بس قلت مو معقوله يكون سؤالك سخيف لهالدرجه. طيب دكتور، اقرب لي النسيم. النسيم؟ سهله، مجرور اليه. مجرور اليه؟ اسم مجرور باللام، مو مجرور اليه. ايوه، عفوا عفوا، هيك كان انا قصدي استاذ، لا تاخذني. طيب اعتلال شو اعرابه؟ اغلب الظن خبر. خبر؟ خبر لشو؟ وانت الصادق مبتدا مؤخر مرفوع. شو الحكي هلا؟ هي مبتدا؟ والله على زماننا كانت خبر، بس المناهج مغيره على ما يبدو. طيب إذا كانت اعتلال مبتدأ، وين الخبر؟ معلش أستاذ، ذكرني ببيت الشعر. وللنسيم اعتلال في أصائله. معناتها أصائله الخبر. دكتور، دكتور ركز معي، ركز معي، الله يوفقك، الله يخليك يا دكتور، مستعجل، عندي درس بالآبون. وين الخبر؟ يا سيدي فيها إن المسألة، الخبر مو موجود معناها المسألة فيها نهفة من نهف سيبوي. ما في كلام يا دكتور، لا فيها لا نهفة ولا شيء. جملة للنسيم في محل رفع خبر. ايوه هلا فهمت عليك، بس الحق بإيدي ما أعرفها. عم يصعبوا المناهج كتير يا أخي. إيه الله يعين هالجيل ويحمل معه. دكتور ممكن أحكي مع المدام كلمتين لو سمحت؟ خير أستاذ، في شي زعجك لا سمح الله؟ لا أبدا، كلمة ولا تغطاها. تكرم عينك. حاضر. ميادة، يا ميادة. خير بسام، بتريد شي؟ الأستاذ بده ياكي بكلمتين. مور أستاذ. أنا شو قلت لك يا مدام على التليفون؟ شو قلت لي؟ ما بتذكر. ما قلت لك إنه إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر؟ بلى. إيه أنا بعتذر. يعني مستواه سيء لهالدرجة؟ مو بس سيء يا مدام، مو بس سيء، تعبان كثير. لك مو تعبان، عدمان. هذا المؤاخذة دكتور، حضرتك ذكي يعني، وأنا كثير بيشرفني يكون أستاذك، بس الحقيقة بدك شغل كثير، كثير بدك شغل، وأنا ماني فاضي، عندي درس بالآبون. عن إذنكم. أستاذ. نسي ساعته، هلأ بيتأخر على درسه بالآبون. شلون دراسة جوزك ميادة؟ إن شاء الله ما عملتها بدش مثل ابني رغيد. لا الحمد لله ماشي حاله وشادد الهمة وعم يحفظ دروسه أول بأول. الحمد لله. دخليك عم بيقولوا إنه عم بتجيبوا له أساتذة خصوصي، صحيح الحكي؟ إيه بس مو بكل المواد. إيه هلأ معقولة جوزك يحتاج دروس خصوصي؟
شو بتعمل البكالوريا قدام كل هالشهادات اللي أخذها؟ صحيح، بس دراسة الطب شي والبكالوريا شي تاني. بعدين بيني وبينك، هو حاسس إنه المنهاج الجديد غريب عليه شوي، خصوصي بالعربي. علمك هو صار له سنين وأيام بفرنسا، يعني حقه ينسى العربي؟ هو شوفي لقلك، من جهة إنه المنهاج صعب، والله صعب كتير. ابني رغيد دايما بيقول نفس الحكي، بيقول لي يا ماما بس هالمنهاج هيك تقيل، يعني ما بعرف ليش كأنه عسير الهضم. لا عسير الهضم ولا شيء، اللي بيدرس وبيجتهد ما بيلاقي شيء صعب، بس هالجيل بده كل شيء على الجاهز وما بيحب يتعب بشيء. يا ميادة اسمعي مني وانتصحي، اليوم قبل بكرة لازم تقيمي الدش من البيت، وإذا قدرتي كمان تلغي التلفزيون لا تقصري، لأنه صدقوني يا جماعة ما في شيء بيلهي الطالب عن دراسته أكثر من التلفزيون. ومين قالك ما عم فكر أعمل هالشي بآخر الشهر؟ وإذا جوزك حب يجي ويدرس مع ابني رغيد يا ميت أهلا وسهلا، أنا ما عندي مانع، يعني بيت بيته. لا آه يدرس مع ابنك، هلأ بيتلهوا مع بعضهم، وخصوصا ابنك رغيد بيلهي الدبع نعليقه. لك قصدي إذا صعب شي على جوزها، وخصوصي بالمثلثات ميادة، لأنه رغيد شاطر كتير كتير بالمثلثات. تصوري بينادولا بالمدرسة فيثاغورس لأنه كتير شاطر فيها. صدقيني ما في مسألة مثلثات بتصعب عليه، يخز العين. لا شكرا، جوزي حافظ المثلثات مثل كرج المي. جيب 2 سين يساوي 2 جيب سين تجيب سين، جيب 2 سين يساوي تجيب شو؟ 2 جيب سين تجيب سين. فإذا اخترنا إحدى المعادلتين أتت العبارة المفروضة على الشكل. مرحبا. أهلا وسهلا. هون فيلا الدكتور بسام كباريتي؟ أي والله هون. أنا الأستاذ عاصم، أستاذ الرياضيات اللي حكيتوا معي. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل تفضل. تفضل أستاذ. أكيد حضرتك الدكتور بسام. أي والله تشرفنا معرفتك دكتور. الله يزيدك شرف. شو وينه المحروس؟ أنا المحروس، قصدي أنا طالب البكالوريا. نصل الدارة الكهربائية الموضحة ومؤلفة من ووشيع عدات مواد حديدية ونضيف إليها مصباحا كهربائيا مناسبا نربطه. مرحبا بسام. أهلا وسهلا. عفوا مرحبا دكتور. أهلين وسهلين ومرحبتين. أمجد موجود؟ لك هلأ شو بدنا بأمجاد؟ وينك انت غاطت ومالك مبين؟ غلي قلبي عليك. ليش انت سألت عني شي؟ لا بس حبيت اطمن على دراستك. الحمد لله ماشي حالة. وانت شلون دراستك عمو؟ نشكر الله كمان ماشي الحال. دخلك بدي اسألك، شلونك انت بالفيزياء؟ فضحل، اذا لازمك شي قلي بس. طيب هلا اذا قذفنا كرة للأعلى، قذف شاقولي يعني، شلون بدنا نحسب الارتفاع؟ أول شيء بدنا السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية 6 متر بالثانية. هلا صارت كتير بسيطة، بما أنه القذف شاقولي فالتسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 10. لحظة لسجل التسارع، لحظة التسارع يساوي 10 والسرعة النهائية 0. السرعة النهائية 0 والسرعة الابتدائية معك بتعود معادلة الحركة بيطلع معك الارتفاع. يسلم رغودة، خلينا نشوفك. ها بس المستغرب يا دكتور، شو حضرتك طبيب وما بتعرف المعلومات البسيطة؟ بعرفها عمو بعرفها، بس الواحد بينسى. دكتور جراح وبينسى، عذر أقبح من ذنب، بس كل شو ما ينسى له شي قطن براشي مريض، الله يستر. ايه دكتور، أنا ما قلت لك حسب لي زمن عودة الكرة على الأرض. صحيح لا تأخذني، نسيت أحسبه. دكتور هيك ما بيمشي الحال، الله يخليك. الوظيفة لازم تنحل، لأنه إذا هلأ ما حليت مسائل بكرة بالامتحان كيف بدك تحل؟ قلي لشوف، شلون بدنا نحسب الزمن؟ ما بعرف شلون بدنا نحسبه. ما أنا اللي عم أسألك. هلأ معادلة الحركة المتغيرة بانتظام شو؟ عين يساوي نص تي عين زين تربيع زائد والله نسيت، زائد سيري زين يا دكتور. ايه مزبوط، هلأ تذكرت. عفوا عمو.
شوف دكتور، معنا عين يعني الارتفاع صفر لأنه الكرة لساتها على الأرض، والتسارع معنا يا 10، وسيري يعني السرعة الابتدائية معنا ياها 6. بهالحالة بيضل معنا مجهول واحد اللي هو الزمن. تفضل احسب لي يلا شوف. بيطلع الزمن نص ثانية. مزبوط. بسيك لك دكتور، هدول مثالين للدرس الجاي، وظيفة بتحلهم بس بشرط لحالك، ولا بقى تسأل رغيد ابن الجيران. ليش مين قال لك؟ العمى العمى ولاد الجيران، شوف فسادين. وطوا صوت هالتلفزيون شوي، شو ما بتعرفوا انه ابوكم عنده بكالوريا؟ اسفين ماما. ماما وين بابا عم يدرس؟ بمكتبه. ايه اي مشق علي انا. إيه لا عدي محلك بلا ما تلهي، اصلا هو بده شغله يلتهي فيها. الو اهلين. ايه لحظه ماما، طنط ام عباده. ايه طيب. الو اهلين ام عباده، تمام ماشي الحال؟ استقبال مين؟ لا والله ما عاد حضرت استقبالات منو. شو ليش؟ مشان جوزي، بتعرفي السنة عنده بكالوريا وما بقدر اتركه لحاله. بعرف انه مو صغير يعني، بس لازم ضل جنبه مشان هيئ له جولة دراسة. ولا يهمك، بعد الفحص ان شاء الله بيرجع كل شي لحاله. اهلين ام عبادة، سلمي على ام وصفي كتير السلامها. الله معك، مع السلامة. شو هاد يلي عم تقرا؟ مجلة سيانس ايفي، قال العلماء عم يدرسوا امكانية تجفيف النزيف الداخلي بالمخ بدون جراحة. هلا شو دخل هالعلك المصدي بالبكالوريا؟ مشان الله بسام لا تتلهى عن دروسك وتخجلنا، مو حلوة قدام رفقاتي. ارحميني بقى يا مياد ارحميني، بصراحة خايف انسى الطوب واصفى لا من هون ولا من هون. ولا يهمك، خود اشرب لقلك خود. شو حالي؟ شو شايفتيني مريض قدامي؟ سلامتك حبيبي، بس احسن ما تشرب قهوة وتقلق بالليل، حاكم بكرة الفحص ولازم تنام منيح. وليك قبل ما انسى شوفي الو. مرحبا خالي ام رغيد. خالي ممكن احكي مع رغيد بالله؟ مرحبا رغودي، انا الدكتور بسام. شلون تحضيرك؟ عظيم كتير. يا ترى في توقعات جديده مشان بكره؟ مساله عن حركه قذيفه مدفأة؟ مين قال لك؟ ايوه ولا يهمك، هلا براجعك. وينك؟ اذا جد معك شيء جديد خبرني بسرعه. اهلين وسهلين، الله معك رغودي، مع السلامه. لك حاج تطويش راسك بالتوقعات، بتتشوش هيك؟ معك حق، بس عم يقول رغيد انه التوقعات جايبها من مصادر موثوقه بالوزاره. حاجتك بقى بسام، هذا كله حكي فاضي. الو مرحبا عمو ابو عباده. عمو ممكن احكي مع عباده بالله؟ انا رفيقه الدكتور بسام كبريتي. اي يلا معك. صاروا هالفصاعين رفقاتي، شايفه يا مياده شو تبهدلت اخرت عمري. مرحبا عبوده، شلونك؟ عم يقولوا انه حركه قذيفه المدفع متوقعه. شو هالحكي؟ ما في شي منها؟ لكن شو المتوقع؟ ها؟ حركة النواس؟ أكيد؟ طيب هلأ براجعة. إذا جد شي معك الله يرضى عليك اتصل فيني عمو. إيه؟ أهلين.
الله معك، مع السلامة. شفت شلون كل واحد بيتوقع شكل؟ بس عباد عم يقول انه معلوماته من مصادر موثوقة جدا جدا من الوزارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع مني، قوم ريح حالك ونام على بكير أحسن شيء. ما بقدر نام قبل ما راجع حركة النواس، بركي اجتنا بكرة، لأنه بصراحة درستها أنا، مو شيء إنه ما درستها بس نسيتها. اتصلي بأستاذ الفيزياء، خليه يجي راجع إياها. هلأ بدنا نتصل بالأستاذ بنصاص الليالي؟ أصبح ما في غير إني روح لعند رخودة راجع أنا وياه، ما تطول. هلأ بنصاص الليالي؟ معك معك حبيبتي، باي باي. اضرب عليه، ليش هيك تولدن هالولدنة وانخسل قدره؟ يلا يا شباب كل واحد ورقته، اي حركة هيك او هيك او همسة فورا بسحب الورقة. خلونا رايقين، الله يرضى عليك ونام. جاني شيء من التوقعات؟ لا، والسؤال اللي بعرفه نسيت جوابه. هاي انت هون شو عم تبربر؟ لا لا ابدا ما في شيء. لكن طلع ورقتك ولا سمعنا حسك اذا بتريد. حاضر تأمر. شوف النتيجة ضروري تبعت أمجاد. يعني كتير حلو منظري وأنا عم دفش الطلاب. إن شاء الله تنجح بابا، الله لا يضيع لك تعب. آمين يا رب، يا رب تتلطف فيني وتنجحني وتخليني مع أولادي ولا تحيجني لفرنسا. بسام ليش هيك انخطف لونك؟ حبيبي هدي أعصابك، اقرأ اللطيفية بسرها. بدك الصراحة؟ صار قلبي بين رجلي. ها هي إجا أمجاد. شو أمجاد طمنا؟ لك ما تحكي ولا؟ للأسف بابا. شو للأسف يعني؟ يعني إنك رسبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك تقبرني. والله عملت جهدي يا جماعة، ليش هيك صار معي العمى؟ تبهدلت وبهدلت الدكاترة معي كمان. بسيطة أنت الثاني، لا تزعل ولا على بالك، مو أنت أول واحد بيرسب بالبكالوريا ولا آخر واحد. لا تزعل بابا، خلص إن شاء الله السنة الجاية بتقدمها وبتجيب علامات عالية. السنة الجاية؟ ايه بابا السنة الجاي، وبركي ان شاء الله بتجمع علامات طب كمان. طيب ما عرفت بايش انضربت؟ بالدياني. هالشي متوقعه، قلت لحالي اذا اخذت بهالمادة صفر مو مشكلة، بس شو المادة التانية اللي انضربت فيها؟ بالتربية القومية الاشتراكية بابا.